برحب بالكباتن الكبار طبعا، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر ايهاب المصري. كابتن ايهاب مساء الانوار. مساء النور يا كابتن اهلا مدحت، وسهلا. وكل سنه وحضرتك طيب وسنه طيب سعيده كده، وان شاء الله باذن الله سنه موفقه على حضرتك، وسعيد وعلينا جدا يا رب بتواجدي مع حضرتك اكيد، يعني ده ربنا الشرف، ومع يخليك. كابتن احمد مجدي اللي حضرتك هتقدمه دلوقتي اللي انت اكيد هتقدمه اللي حضرتك هتقدمه دلوقتي دايما بيقعوا في البطب ده دايما. طيب، وطبعا نجم مصر ونادي الزمالك كابتن احمد مجدي. مساء النور يا ابو مساء كباتن. الانوار يا ابو الكباتن، اهلا اخبارك ايه؟ وسهلا يا وحشني كتير، مرحبا. اهلا وبرحب وسهلا حضرتك طبعا ومع بوب ايهاب. اهلا وسهلا. قبل ما نبتدي اتصل بينا عضو في مجلس اداره النادي المصري بيتابعوا الحمد لله البرنامج، فحابين يعدلوا معلومه انا قلتها. انا قلت انه اللاعب دغموم الجزائري اللي جابه الاستاذ سمير حلبيه، الواقع تصحيح معلومه اللي جابه الاستاذ كامل ابو علي، ما كانوش لسه استلموا النادي، فكان الخطابات بتطلع باسم سمير بيه حلبيه، لكن اللي مضى المدير عام النادي اللي مع كامل بيه ابو علي واللي دفع ال 250 الف دولار هو الاستاذ كامل ابو علي. يعني ده عشان نديهم حقهم، صح كده؟ طبعا مهم قوي عشان كمان جمهور بورسعيد يبقى فاهم، يعني ولعيب كويس كمان، يعني لعيب محسوب، اللي هو لعيب يجي مع مجلس اداره وفلوس حلال بصراحه، جدا فلوسه حلال بصراحه، وبعدين رقم ولا حاجه بالنسبه اللي بنسمعه. وكام؟ ولا رقم ولا حاجه بالنسبه اللي بنسمعه بصراحه، يعني ده احنا بنسمع حاجات غريبه جدا. المشكله كابتن مدحت لما تيجي تبص على كل فرق الدوري بلا استثناء هتلاقي عندهم اجانب كويسين قوي قوي، واختياراتهم لحد من الاهلي والزمالك غريبه جدا، ودي غريبه جدا، وارقام وارقام في السماء، يعني اول ما تيجي تقول الاهلي الزمالك جايب لعيب والاهلي جايب لعيب بمليون، اقل حاجه مش تتكلم في اقل حاجه مش مليون، يعني مش اقل من مليون، لا مليون دولار دي بنبتدي نتكلم، دي اقل حاجه. تيجي تبص على المقاولين، تبص على اسوان، تبص بس على المقاولين عنده طبعا يعني قصدي ارقام، حتى ارقام كدفع أسوان فلوس، اسوان عنده، كل الفرق عندها اسوان راس الحربه بتاعهم ده اسمه ايه يا جماعه؟ ديلسون. ها؟ ديلسون ديلسون دولسون الثاني مابولولو مابولولو بالحج مابولولو ولعيبه كلها اسعار قليله جدا في الاتحاد السكندري، مابولولو واموتو الاثنين فراوده برضه تقال وليهم بفتات الفلوس، فاختيارات الاختيارات الانديه يعني يمكن عارف يا كابتن مدحت، لما تكون ماسك في الفلوس قوي او انت ما عندكش فلوس قوي فبتقعد تختار اللعيب اللي هتدفع فيه الفلوس وتحلل فيه الفلوس بتاعتك، لكن كتر الفلوس اللي موجوده صدقني ولا مجدي، لا معلش بس ولا هي قصه سمسره بتحصل في الانديه الكبيره بس؟ يعني انا لما اجي اهاب اجيب لعيب في من المقاولين مثلا في من اي دوله زي اوكلي، جون اوكلي مهاجم المقاولين اللي انا بتوقع اللي هو يكون برضو عليه صراع الفتره الجايه زي ايبوكا، لعيب كويس جدا وكان موجود الموسم اللي فات بس اصيب في الاول، لما المقاولين بيتفاوض مثلا مع النادي بتاعهم بره وبيروح يجيبه زي ما جاب دغمون بيجيبه ب 250 200، ايوه ارقام قليله جدا جدا، لكن لو الاهلي والزمالك دخلوا ممكن تلاقي الصفقه بتوصل فجأة. ايوه ايه السبب؟ ما هي النهارده ممكن بقول لك سمسرة، انا بقول لك النهارده الاهلي او الزمالك انت اي نادي بره عاوز يحبوا يتعامل مع الاهلي والزمالك، انا بتحفظ على كلمه سمسره دي ماليش دخل بيها، هو اللي قال انا مش شرط، لا ما اقصدش من النادي، ممكن الوكيل يستغل الوكيل نفسه، الوكيل يستغل النادي ويروح جايب طالب فلوس اعلى. بص هقول لك حاجه، انت بص لما تيجي تبص على العام كله ازاي بيختاروا اللعيبه ولا فيديوهات ولا الكلام ده، انت ما تيجي مثلا اما قال لك ارسن فينجر قال لك انا اخترت النني، قال لك انا قعدت سنه وشويه بتابعه ماتشاته وبيجي له تقارير والسكواد اللي هم السكاوتنج بتوع الفرق بتوع كل نادي عنده سكاوتنج في كل حته في اوروبا وفي البرازيل وفي امريكا الجنوبيه والارجنتين ومش عارف وايه وايه، يقعد يديك تقارير 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 عشان تعرف تجيب لعيب تحط فيه فلوس، وحسب بقى انت كنادي محتاج منه ايه، عاوز تستثمر فيه هتروح جايبه برقم قليل زي مثلا دورتموند، انديه كتير بتعمل أيوة حاجه، جيب لعيب تطور 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 تروح بايعه ب 80 و90 مليون بالزبط. فكل نادي عاوز يجيب اللعيب، يعني يجيب لعيب عشان هدفه ايه في الاستثمار، عاوز لعيب يكسبه بطوله، عاوز لعيب يستثمر ويكسبه بطوله، كل نادي، فانت اختيارات اللعيبه نفسها ما فيش اصلا، حتى اللعيب المصري ما فيش اصلا يعني ليميتد، لعيب منتخب لعب قد ايه في المنتخب، لعب كام ماتش، ارقامه عامله ازاي، كل ده لازم يتابع، وموسم واتنين، مش النهارده لعب النهارده مثلا بنتكلم على الياس الجلاصي والدغموم، ناس كتير طلعت قال لك والجلاصي ما بقول لك، ناس كتير جايب 200,000 دولار، ناس كتير طلعت قالت لك ايه عاوزينه في الاهلي والزمالك، عاوزين لعيبه في الاهلي والزمالك، يا جماعه ماتشين ثلاثه اربعه خمس ست ماتشات، تابع اللعيب لغايه اخر الموسم هيبقى ماشي عامل كيرف وعامل ازاي، انت ممكن النهارده تيجي في مثلا لعيبه الاهلي والزمالك مره واحده اللعيب طلع السما طلعته السما، تيجي بقى بعد اربع خمس ماتشات تلاقيه غطس مش موجود اصلا معانا يعني. ليه؟ عشان انت النهارده ما ينفعش تقيم لعيب في ثلاث اربع ماتشات، ولا تقيم مدرب في ثلاث اربع ماتشات، انت النهارده بتيجي تقول سافيو اول لما جه لعيب عالمي وجامد قوي جدا وجامد جدا، النهارده بعد الكلام ده كله
وصل لفين ولا حاجه. اللعيب الجامد اللي نفس الوضع سامسون إيكينيولا بتاعكم نفس القصه بدايته في اما جاب الجون في ماتش الراجل اللي مشي بتاع وسط الملعب الورد ونداي. ما اقول لك اما جاب الجون في ماتش الاهلي وزمالك. لا انا بتكلم على سامسون اللي هو الجون اللي جابه في الاتحاد تقريبا في سموحه حاجه كده. قلنا في لمسه وفي شغل ولعب بشماله وبتاع وكان بعد الجون ده ضرب غطس ما في مش موجود. فانت النهارده لما اجي اقيم لعيب لازم اقيمه على على مواسم. انا ما كنت موجود في اتحاد الكوره كان عمرو زكي طلبوه في ويجن ويجن بعتوا جواب لاتحاد الكوره ويجن ابعتوا لنا جاب كام هدف في الدوري بتاعكم وعايزين الشرايط يعني ما بيجيبوش من فراغ. ايوه طبعا. وبعدين النهارده احنا هل بنجيب لعيب احسن من يعني هل برونو سافيو ده احسن من احمد عبد القادر؟ انت حضرتك النهارده شفت يعني لو احمد عبد القادر نزل الفعاليه الهجوميه النادي الاهلي خالص زادت والمباراه اللي فاتت مباراه انبي لما نزل برضه او اشتغل الشوط الثاني احمد عبد القادر شغله كان افضل بكتير جدا. سامسون إيكينيولا ده يوسف اسامه احسن من مين؟ يوسف اسامه قده 10 مرات ولما بعد يوسف اسامه حسينا بمناسبه السكاوتنج والكلام ده. انا كان في مشروع السنه اللي فاتت سريعا كده كابتن عوده فكر فيه في نادي المقاولين. نادي المقاولين او شركه المقاولين العرب عندها فروع كتيره في افريقيا. فكر معايا في الفكره ان مثلا اكون انا متواجد في احد البلاد التابعه للمقاولين العرب في افريقيا ويكون كشاف يعني واقعد فتره هناك وتابع واشوف لاعبين كتير يا كابتن افارقه. وهتلاقي ليه لا المقاولين العرب ما يكونش عنده اكاديميه في البلاد اللي فيها شركات ليه او تابعه ليه وتعمل اكاديميات يعني كويسه جدا هناك ويبقى مشرفين عليها ونطلع منها لعيبه نقدر مثلا المشكلة. انا بتمنى اقتراح يا كابتن مجدي. اتفضل. بتمنى اقتراح ببعته لطبعا ساده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان يبقى في قرار وليكن لمده سنتين قادمتين ممنوع ندفع دولارات في لعيبه. اولا احنا عندنا ازمه دولار. لما النهارده ارمي لي هنا 1,800,000 دولار وهنا 1,200,000 دولار وهنا 800,000 دولار الا وبعدين في النهايه البضاعه اللي بتيجي كلنا بنشوفها ليه لا ما يبقاش في قرار سيادي ان ما فيش دفع دولارات لمده سنتين على الاقل في اي لاعب اجنبي؟ ايه المشكله؟ سمعت الكلام ده امبارح. سمعت ان في قرار بيدرس ان اللعيب الاجنبي ياخد فلوسه بالمصري. ياخد بالمصري مش عايز دولارات. انا سمعته امبارح اول امبارح طلع بان مش هيجي لك حاجه. انا بقول لك الناس بدات تتكلم عايز دولارات. بالمدربين واللعيبه ان انت مع يعني هيدي الفلوس بتاعته بما يوازي الجنيه المصري. يا ريت لو ده حصل هنضمن ان القرار اللي بقوله ده هيحصل محدش هيجي لك لان كله عايز دولار. ما هو بص عشان ياخده على البلد. خلينا نتكلم. بص يا كابتن خلينا نتكلم بواقعيه. ككوره وكاحتراف الكلام ده مش هيبقى موجود. ما ينفعش يبقى موجود حبيبي. احنا في ظروف لا انا بقول لك ايه انت النهارده كابتن مدحت هقول لك حاجه. سيبك من الدولار بقى على جنب. انت بتصرف كام مصاريف في الانديه؟ مبالغ طائلة بالنسبه للانديه الكبيره ومتوسطه. ميزانيته كلها حلو في الموسم كله مدربين واداريين ومعسكرات واكل وشرب اي حاجه 20 مليون حلو. كم فرقه كابتن مدحت كم فرقه موجوده دلوقتي شركات؟ انت عندك 7 دلوقتي شعبي و11 شركات. هات بقى كل نادي بيصرف كام؟ هيطلع مبالغ مهولة. ارقام مهولة. سيبك الدولار على جنب. انت عندك مشكلة في الدولار. بتصرف ارقام مهولة. بتوصل لإيه؟ هو ده اللي المفروض يتدرس. بتخرج لعيبة منتخب مصر شكلها ايه؟ ماشي النهارده مهاجمين لمنتخب مصر قد ايه؟ مفيش. هل ينفع هل ينفع احنا دلوقتي بندور محمد بتاع نانت وفي الدوري المصري مروان حمدي وعلى سطره واشتغل ما بيلعبش اساسي مع المنتخب. هل ينفع هبل اقول لك على حاجة يا كابتن مدحت؟ هل ينفع النهارده اروح اصرف مثلا سيف انتقالات 60 70 مليون جنيه 80 مليون جنيه مع مدرب واعمل فتره اعداد وكان اول 3 ماتشات اروح ماشيه مثلا؟ ما هو ده برضه خلينا نتكلم بالعقل. انت النهارده بتختار مدرب على اساس ايه؟ مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه؟ بس الضغوط الشعبيه احيانا بتاثر. ما بتكلمش على الشعبيه بقى. ما هو انت الشعبيه بس اللي بتمشي. اللي كانت الشعبيه ما مشتش يعني الاهلي والزمالك ما مشوش لا يعني. لكن اللي بتكلم الاسماعيلي مشى لان الاسماعيلي بس السنه اللي فاتت مشوا. ما بقول لكن انا بتكلم بقى في الانديه حتى اللي هي ما فيهاش اي ضغوطات ولا فيها اي حاجه. انت النهارده بتروح تصرف لك بال 100 مليون وال 80 مليون 70 مليون عشان تيجي تمشي مدرب 3 4 ماتشات بالظبط وبوظ كل المشروع او الحاجه اللي هو عملها وجاب لعيبه مش مشروع يعني هو بيتكلم صح. مش قصدي مشروع يعني هو بيتكلم صح ان لازم يكون في اصلا مشروع. لا لا سيبك من مشروع. ما بتكلمش عن مشروع. انا بتكلم على فتره الاعداد واللعيبه اللي جبتها واشتغلت ومشيت و3 ماتشات اروح ماشي
المدرب ويجي مدرب تاني يقول لك انا مش عاوز اللعيبه دي، مين اللي جاب اللعيبه دي؟ ده اللعيبه دي مش، والمدرب بقى اللي يجي يقول لك ايه؟ اللعيبه دي واقعه بدنيا وانا مش مسؤول عنها فنيا، واقعه مش عارف وانت عايز ايه، والنادي مش عارف من ايه، وتقعد تربع خمس مدربين في السنه وتلاقيك هو محلك سر. خلي بالك ده المصري عانى منه الفتره مع كابتن حسام، فتره انتقاليه شويه من كابتن ايهاب جلال واختياراته وصفقاته واسلوب لعبه، وبعد كده جه كابتن حسام حسن عايز لعيبه معينه باسلوب لعب معين. حتى يعني النهارده انت بتشوف كابتن حسام متحفظ شويه في التغييرات لان هو عايز نوعيه لعيبه معينه هو بيحتاجها هو، لكن هو بيفكر في يناير بيفكر في نوعيه لعيبه مختلفه تماما عن اللي جابها كابتن ايهاب جلال. والمصيبه الكبيره يا ايهاب كمان، المصيبه كمان ان انت عندك كل اربع ايام ماتش، فولا هتشتغل ولا هتحط تكتيك ولا هتحط اي حاجه، انت ورزقك بقى مش تلحق طبعا. طيب يعني نتمنى من خلال هذا الحوار ان احنا نسمع عن قرار زي ما الكابتن احمد مجدي قال كده، نتمنى ان مفيش حاجه اسمها هنجيب لعيب بدولار، ونتمنى يعقبه قرار اخر ان اقصى مبلغ الدفع في اي لاعب من بره مصر كام. لا خليها جوه مصر الاول، جوه مصر هو وبره، جوه وبره كام؟ اصل بره دي 4 مليون 5 مليون مثلا كتير قوي. احنا خلي بالك كابتن لو دخلنا في قصه ان في لعيبه عندنا في مصر بتاخد مقابل مادي اعلى من لعيبه كتير في دوريات اوروبيه. طبعا ففي لعيب ما بيرضاش يطلع بره عشان لو طلع بره هياخد اقل من اللي بياخده في مصر. المردود ايه بقى؟ هو محمد صلاح كان بياخد في مصر اكتر ما كان بياخد في نيوشاتل، بس عشان عنده في بازل سوري، لكن عنده عقليه احترافيه طلع، لان تريزيجيه كابتن دلوقتي بياخد اقل من الناس هنا موجوده. هو تريزيجيه بياخد بالظبط كده في تركيا، بالظبط اللي هو بيلعب في تركيا ومحترف بياخد اقل من اقل من الناس هنا في اهلي وزمالك. لكن انت عشان تقول الارقام ده كابتن متعب تحط منظومه تحسب عليها، يعني مثلا بيلعب منتخب صح، بيلعب في كذا مركز صح، اهداف كذا، اخر موسمين هو جاب كام جول، تبدا على الصح على كذا صح دي تحط ارقام جنبها. ده المفروض. لكن بيجي يقول لك ايه يا كابتن ايهاب، يقول لك ايه اصل الكيمياء ما جاتش مع اللعيبه. انت موافق على الجمله دي؟ لا طبعا يا كابتن. يعني ايه كيمياء؟ لعيب الكوره هيبان في اي مكان، برافو عليك، تحت اي ظرف، تحت اي منطق، تحت اي مدير فني، في اي مكان موقف في الملعب بيبان. زي يعني على سبيل المثال حسام حسن. حسام حسن هو مهاجم كبير، بتاع سموحه دلوقتي، مهاجم كويس طبعا، ما حدش يختلف عليه. حتى هو في نادي سموحه مهاجم منتخب مصر، الاهلي والزمالك بيتهافتوا عليه، كان بيشارك مع منتخب مصر على فترات، لما جه النادي الاهلي هو ما خدش الفرص بطريقه كافيه، ما خدش الفرصه. لا والمدرب احبطهم، قال لك انا ما مش مقتنع بالمدير عندي. التصريحات اللي طلعت الفتره الاخيره من مدير فني بحجم كولر اعتقد دي مش في محلها. انا كمدير فني لازم احمي لعيبتي، لازم اطلع بتصريحات احمي اللعيبه المميزه. اول ماتش اهو مع سموحه اهو، بص جاب جونين اهو، جونين وقبليها مضيع واحده كمان يا كابتن، يعني برده من كورنر وعدت وخبطت. بس مزعلني عارف يا كابتن مدحت، الحزن اللي واقف، يعني الحزن اللي هو باين عليه جدا، الضغط اللي هو فيه. بس مع بص يا بنت، رحت النهارده رحت نادي، انسى بقى خلاص دي تجربه انساها. انت رايح النهارده عشان تثبت للناس او ابقى موجود في الملعب ورجلي في الملعب وارجع سموحه واجيب اجوان والكلام ده كله، انسى بقى. كان عنده حلم يا كابتن مجدي، معاك مليون في الميه، بس حلم ما قلتش لا. هو راح اعاره، راح اعاره يقدر. النهارده انا بتكلم في ايه؟ النهارده جبت جونين، مش عاوز زعل بقى وحزن وانا غصب عنه، مش لا لا مشاعر. اللعيب المحترف بص يا كابتن، اللعيب المحترف انت عشان احترفت، انت لعيب محترف. النهارده انا دي قطعت الصله خلاص دلوقتي في الوقت الحالي، ودخلت في حته ثانيه بقى، مش عاوز بقى. انت النهارده لو انا بلعب وانا زعلان ممكن اتعود، كل تاثير على بدنيا وذهنيا، وحتى الكره جالك عارف استلم الكره ولا ما استلمهاش صح، ولا لف بالكره ممكن اتصاب، سهل جدا. فانت خلاص ذهنيا افصل التجربه تماما، وروح مش عشان تثبت نفسك، روح عشان تلعب وتبقى متواجد وكسب سموحه. ده لغه الاحتراف، ده طبيعي. تعامل مع الجون الاول يا مجدي الاول والثاني، لا يعني سيبك الثاني، يقول مثلا في القريبه وعمر رضوان كان ممكن يتعامل افضل بس ماله فيها بقوه. لكن يا كابتن تحركه، انت كفرود بقى، تحركه في الاولانيه صعبه، وازاي مع محمد الله المهاجم القائد المدافع القوي. يعني انا بتكلم ممكن عمر رضوان كان ممكن يطلع يعني، لكن الاولانيه يا كابتن لو حضرتك الجون الاولاني محمد فتح الله من المدافعين الاقوياء جدا. هو ازاي بيخطفه وازاي بيسبقه قبلها في الكورنر وينزل ويطير كده، وكل حاجه. بص يا كابتن التايمنج بتاعه كابتن، فتح الله حضنه، فتح الله واخده بالحضن ونازل بيه، وهو عنده الاصرار وعنده العزيمه، اللي هو اللي يروح قبل فتح الله هو اللي يحط دماغه. فدي مش اي مهاجم يعملها برضه، فدي مميزات وصفات مهاجم كبير جدا. مهاجم كان يستحق ياخد فرصه، كان يستحق يثبت كمان للناس كلها ان هو مهاجم يليق بالنادي الاهلي وبمنتخب مصر. طيب
قبل ما نروح للتقرير بتاعنا، احنا نخلص من هذا الحوار اللي هو اهم 100 مره من التحليل اللي هنقوله. يعني نتمنى مره تانية للدكتور اشرف صبحي اهو ان يكون هناك قرار سيادي بالاتي. اولا مفيش حاجه اسمها لعيب يجي بالدولار، ادي نمره واحد. نمره اتنين، وعلى فكره ده ممكن، احنا في دوله صاحبه سياده وهناك قرارات سياديه للصالح العام. اعلى مبلغ يدفع للاعب منتقل من نادي الى نادي 5 مليون جنيه. اعتقد ده معقول قوي قوي قوي. ما نسمعش عن 30 مليون و35 مليون و25 مليون، ده والمردود فين؟ ما هو احنا فين المردود يعني؟ هذا هو الامر. نتمنى ان احنا يعني نسمع عن هذا القرار قريبا، واتصور انه من حق الدوله ان هي توقف هذا السفه في المصاريف اللي ملهاش مردود حقيقي على ارضيه الملعب. متفقين؟ متفقين طبعا. متفقين يا كابتن؟ طبعا متفقين. طيب نروح بقى لتقرير عن هذه الجوله. فرط الأهلي في فرصة توسيع فارق النقاط مع منافسيه على صدارة الدوري، وعادت الانتصارات لفريقي سموحة وغزل المحلة، واستمر غياب الفوز عن الزمالك في الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز. انطلقت الجولة عصر يوم الأربعاء، واستعاد سموحة ذاكرة الانتصارات بعد 8 مباريات عجاف، وجاء فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ليدين بفوزه لنجمه وهدافه التاريخي حسام حسن المعار من الأهلي بعد تسجيله الهدفين، ليصل إلى 50 هدفا في الدوري الممتاز. وفي مباراة مثيرة عامرة بالأهداف حسمت بعد الدقيقة 100، تعادل البنك الأهلي مع الداخلية ب3 أهداف لكل منهما في لقاء شهد تواضع حارسي مرمى الفريقين، وجاءت النتيجة لتطيح بالمدرب الكفء حلمي طولان من قيادة فريق البنك الأهلي بعد 8 مباريات. وفي المحلة استعاد فريق الغزل ذاكرة الانتصارات أيضا بعد غياب 5 مباريات، وفاز على MP بهدف دون رد، واستمر غياب الفوز عن فريق الزمالك في عام 2023 بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيا، وتعد المباراة هي 3 على التوالي للفريق الأبيض التي يخفق فيها في تحقيق الانتصار. وتراجع حامل اللقب إلى المركز 3 قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلي في 21 يناير الجاري في الجولة 14 للدوري، واكتفى الأهلي بالتعادل مع المصري بدون أهداف ليفرط في فرصة توسيع فارق النقاط مع فريقي فيوتشر والزمالك. وبات فيوتشر عقدة لفريق بيراميدز، خاصة وأنه لم يحقق أي فوز عليه في 4 مباريات جمعت بين الفريقين، وتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في مباراة شهدت لغة تحكيميا من قبل الحكم الدولي محمد معروف الذي قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ثم سمح باستئناف المباراة رغم عدم خروج اللاعب من الملعب. وكان فيوتشر قد تقدم عن طريق محمد رضا بوبو من ركلة جزاء، وتعادل إبراهيم عادل لبيراميدز. وتختتم الجمعة الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز ب3 مباريات، حيث يستضيف أسوان فريق حرس الحدود، ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فاركو، فيما يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب في ديربي أولاد العمة. طيب نبدأ معاك كابتن مجدي فيما يتعلق بلقاء طبعا الزمالك والاتحاد السكندري الأخير. طبعا الزمالك في الفترة الأخيرة تعادلات كثيرة وخسارة من أسوان، ايه سبب هذا التراجع؟ والله يا كابتن مدحت يعني في اسباب كتير، انا شايف من وجهه نظري اسباب كتير، وما ينفعش نفصل المدرب عن اللعيبه، يعني الاثنين اعتقد ان هم يشيلوا الموضوع. في اخطاء من فيريرا، طرق اللعب دايما مختلفه، 3 4 3 فتره 4 3 3، وهو عامه هو بيحب اصلا اوريدي 4 3 3 اوريدي، واول ولما جه 2015 خد البطوله بتاعت الدوري والكاس ب 4 3 3، ولكن لما رجع الفتره الاخيره كان عنده مشاكل كبيره قوي. الزمالك في عمق الملعب بيخش فيه جون باستمرار، قعد حوالي 13 ماتش الزمالك بيخش فيه كل ماتش جون، كل ماتش جون. فقال لك العب ب 3 4 3 واقفل الملعب كويس جدا، رجع للبيزك بتاع المدرب اللي هو الفاهم الشاطر اللي هو عاوز يقفل الدنيا ويطلع باحسن نتائج. راح ملعب 3 4 3، قفل الملعب كويس قوي،
بدا يطور نفسه في الكور الثابته، بدا يشتغل اللي هو بيخش في جون يطلع بالكلين شيت، بدا اوريدي المجموعه المنطقه اللي قدام كان بين شرقي وزيزو والجزيري كان في افوق حالاتهم. صحيح. اي حد اي المنطقه دي لو راحت على الجون هيجيبوا جون وهيجيبوا جون، يعني هيبقى دايما في خطوره. لكن بدايه الموسم دي جه صفقات كتيره، يعني ما كانش حد يتوقع ان الزمالك السنه اللي فاتت ياخد الدوري بالسكواد ده تماما تماما، يعني قلنا الرابع الخامس هيبقى مستريح جدا. خد الدوري الطبيعي بقى كابتن مدحت، لازم اللعيبه اللي اشتغلت بيها وخدت بيها الدوري وطريقه اللعب افضل اكمل بيها. ليه؟ لان انت اوريدي ما خدتش اجازه كبيره، انت اوريدي خدت ماتش، يعني يعتبر الموسم متلاحم معاك اسبوع 10 ايام بعد ما خدت الدوري، اديت لعيبه اجازه ورجعت. فتغيير طريقه اللعب كتير مع دخول لعيبه ما خدتش وقت عشان تعرف السيستم بتاع اللعب، عمل شويه مشاكل تكتيكيه في الملعب. وده واضح جدا 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 ان دايما في اداء مذبذب. النهارده دي مشكله كبيره للمدرب، النهارده الاقي ماتش الزمالك في السماء، ماتش الحرس، في ماتش مش كذا ماتش في مستوى عالي جدا، الاسماعيلي مش عارف، شوط تاني في الاسماعيلي، او مره تانية الاقي المقاولين تحت جدا، الاقي الداخليه، الاقي اسوان، الاقي الاتحاد نفس الكلام. عمل يعني خمس تعادلات كتير قوي، كتير قوي في 13 اسبوع وهزيمه. تعالى بقى كابتن نرجع بقى للاسباب. النهارده الكور الثابته، الزمالك دخل في كام جون في الكور الثابته الفتره اللي فاتت؟ كتير. جاله كام كره ثابته واستغل منها كور ثابته؟ قليل جدا جدا جدا. تعالى مثلا اديك في حاجات يشيلها المدرب وفي حاجات يشيلها اللعيبه. ماتش الداخليه مثلا الشوط الثاني ما قدرش يشيله المدرب تماما. ليه؟ غير طريقه اللعب 4-4-2 وحط ناس جوه منطقه سامسون مع الجزيري ونزل يوسف نبيل واشتغل كروسات وسامسون والكره جايه له جوه الجون تحط، يعني وصل فرص كتيره جدا 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 وما عرفش يدخل. لكن ماتش الاتحاد النهارده فين فرصك على الجون؟ مفيش كثافه عاديه تماما خالص. على الجون النهارده تعالى بص على الباكين اللي بيلعبوا للزمالك، مسلوسي عبد الشافي، كم كروس عمله المسلوسي النهارده لما لقى مسلوسي وعبد الشافي وامام والسيسي ودونجا، الناس دي كلها ما بتهاجمش، ولا زيزو ومصطفى شلبي والجزيري في وادي والفرقه في وادي تاني، لا يبقى في مشكله كبيره. في مشكله طبيعي، انت عاوز تهاجم بكثافه. ادخل منطقه الجزاء كام لعيب النهارده؟ امام دايما باستمرار يا ايهاب لعيب، انت لما تلعب 4-3-3 لازم الاثنين بوكس تو بوكس اللي هو السيسي وامام دايما يبقى جوه منطقه الجزاء عشان اعمل كروسات، ابقى في بينيات، اخش بكثافه عاديه. النهارده ما لقيتش الكلام ده موجود. انا شايف كمان بيبالغ شويه في وسط الملعب اللي انا العب بالسيسي، ما هو ده اللي بقول لك عليه النهارده. لو انت ما زدت، انا ممكن على 4-3-3 احط دونجا، احط دونجا مثلا جنب امام، احط السيسي جنب امام، لا ممكن احطهم عادي بس اللي يبقى ليهم ادوار دايما هجوميه. دايما بيدي الادوار دي لامام شويه، الحريه لامام. النهارده امام بيعمل ايه في بدايه الهجمه؟ الاقيه بيطلع هاف ليفت، مش بيفتح الملعب تماما. طب انت النهارده البيلد اب بتاعك مش كويس، طب الكره اتقطعت هتعمل ضغط عكس ازاي يا كابتن مدحت؟ طيب في مساحات. هذا بالنسبه للزمالك. طبعا فيوتشر وبيراميدز النهارده ما شاء الله بيتسابقا على المركز الثاني بعد النادي الاهلي، لعبوا مع بعض اتعادلوا. رايك في اللقاء ورايك في الفرقتين؟ طبعا مباراه كانت بست نقط زي ما بنقول بلغه الكوره، مباراه بين فرقتين محترمين عندهم قوام محترم، عندهم استقرار فني، استقرار اداري، ما عندهمش اي مشاكل تعوق الفرقتين اللي هم يقدموا كوره جميله، اللي هم يعني يفضلوا منافسين على بطوله الدوري لاخر نفس. ممكن ما يمتلكوش الجماهيريه الكبيره لكن بيمتلكوا كل ادوات المقومات اللي تخلي الفرقه ناجحه سواء لاعبين او جهاز فني، فكل الامور عندهم متكامله تماما، لاعبين على مستوى عالي للفرقتين. طبعا فرقتين كفتهم متكافئه بشكل كبير جدا على الناحيه الفنيه، على الناحيه الاداريه، على الناحيه الفنيه داخل الملعب ككواليتي لاعبين. ان كمان يعني مع احترامي الكامل لفيوتشر طبعا، لكن بيراميدز انا بشوف، يمكن مجدي يتفق معايا ما اعرفش حضرتك تتفق معايا، انا بشوف السكواد فرقه او فريق بيراميدز يمكن اقوى من الاهلي وزمالك. انا بشوف من الفرق، انا معاك لكن فيوتشر اكتر واقعيه. لا ما انا بكلمك، خلي بالك بص، ممكن معايا سكواد جامد جدا بس ما تمام تمام حقيقة. لكن فرقه بيراميدز عندها المقومات كلها طبعاً. ان هي طبعاً عندها فرقه وعندها عناصر هجوميه وعندها حلول هجوميه يا كابتن. يعني امبارح مثلا باستثناء اول 10 دقائق او ربع ساعه ضربتين الجزاء اللي حصل عليهم فيوتشر، واحده صدها الشناوي من مروان وبعد كده بوب قدر يحرز واحده، لكن بعد كده سيطره واستحواذ كامل لفريق بيراميدز. شفنا شكل مغاير تماما لبيراميدز مع باتشيكو امبارح، لما الكره يفقدها لعيبه بيراميدز بنشوف الاسترداد السريع جدا، الضغط اللي بيعمله بيراميدز على الفريق ازاي بشكل كويس جدا. شفنا امبارح تنوع طرق اللعب كمان، يعني باتشيكو ما استسلمش للتعادل، ما استسلمش، لا كان عايز يكسب، غير ولعب في الاخر بثلاثه ونزل دودو الجباس مع فخري لقاي عشان يقدر يعمل
كور عرضيه كتير ويعمل كثافه هجوميه، لان كابتن علي ماهر اتاثر بقى، خلينا نتكلم فيوتشر اتاثر بتغيير سعد سمير في نهايه الشوط الاول، ونزل هشام صلاح في الناحيه اليمين، ودخل باسم علي كمساك جنب مرعي. دي اعتقد او رزق عمر كمال كمان مش موجود برضه، عمر كمال طبعا حل كبير بس جدا، بس على الجانب الثاني كمان رمضان صبحي غيابه اثر جدا مؤثر يا كابتن. لكن حضرتك هتلاقي عبد الله السعيد، هتلاقي ابراهيم عادل، هتلاقي مصطفى فتحي، هتلاقي فخر الدين بن يوسف، فخري لقاي. بص حضرتك انا يعني رمضان قيمه كبيره ولاعيب مميز جدا، لكن بص حضرتك لما قلنا رمضان غاب عوضناه بكام لعيب؟ خمس لعيب. عبد الله السعيد هيقدر يقوم بدور اللعيب الكبير اللي في وسط الملعب، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل ودوره الكبير امبارح، عمل مباراه من المباريات الكبيره جدا جدا، مصطفى فتحي والحلول الفرديه الكبيره اللي بيعملها في الناحيه اليمين، ففخر لقاي، فخر الدين بن يوسف. فاعتقد لا، بيراميدز امبارح قدم مباراه كبيره جدا، والكارت كمان وباتي في وسط الملعب جداً. عنده وسط ملعب يا كابتن لعيب محترف متكامل، بلاك توريه لعيب محترف، ده لعيب محترف وجايبين فري، والكارت يا كابتن جاي فري. خلي بالك برده بيراميدز يا كابتن من الفرق اللي بتعرف تجيب لعيبه كويسه قوي جدا قوي جداً. اجانب يعني الكارتي وبلاتي توريه الاثنين من متكاملين جدا وبيكملوا بعض، واحد 8 1 6. الكارتي بيعمل 8 زي ما الكلام بيقول، حضرتك بتلاقيه في وسط الملعب ازاي بيدافع وازاي بيجري. تفتكر ايهاب مع كابتن ايهاب جلال كان بيجيب اجوان، التكمله بتاعته كان دايما يخش بمنطقه جزاء 18 بشكل كبير جدا، هو ده. لكن هي الاغرب امبارح هي اللقطه اللي حضرتك كلمت عليها بتاعت كابتن محمود معروف طبعا، ودي كانت غريبه جدا. لكن امبارح مباراه كبيره، محمد معروف، كابتن محمد معروف طبعا ناقدنا الكبير الاستاذ محمود معروف طبعا، بنكن له كل الاحترام. لكن هي مباراه كبيره جدا بين فرقتين محترمين، بين فرقتين قدموا كوره كويسه جدا، المباراه كانت ممتعه. ولكن التعادل اعتقد ما كانش عادل بنسبه كبيره، كان الافضل والافضل عاوز بس زود حاجه اقرب نتيجه هو بيراميدز. على هذا كابتن ان بيراميدز وفيوتشر عندهم والله فرصه كبيره جدا ان هم يعملوا حاجه في الدوري، ان هم ينافسوا لسه بدري اذا صدقوا نفسهم بجد، ان وضع الاهلي والزمالك وضع مش مريح. طيب نروح للاهلي والمصري، طبعا اتفرجنا على الماتش كلنا النهارده، شفت اللقاء ازاي، وهل المصري كان يستطيع ولا كان الاهلي هو اللي يستطيع في هذا اللقاء؟ الاثنين كانوا يقدروا الاثنين، لان المصري ضاع في الشوط الاولاني والاهلي ضاع في الشوط الاولاني، والاهلي ضيع واحده في الشوط الثاني بصراحه غريبه جدا. لو شفت الكره بتاعت قفشه يا كابتن دي ما تدلش ان مفيش ثقه، الراجل الواحد راح من نص الملعب لوحدك تماما مفيش ثقه، انت تحط الكره وجبتها على شمالك مفيش ثقه على الشمال، ولعيب الكره بيلعب برجلك. انت بتتكلم عشان انت بتلعب بشمالك جامد، مش فاهمني انا بتكلم ان انت لعيب كوره يا كابتن، اللعيب الكبير، اللعيبه الكبيره اللي هي المفروض لها تقلها، تلعب رجلها الاثنين. النهارده مشيت معاك في الملعب وخدت الكره على شمالك، مش قادر تحط الكره بشمالك عشان ما عندكش ثقه فيها، فتروح حاطط الكره بشمالك الناحيه الثانيه، والراجل كان سابق الكره وبتاع. فانا شايف الماتش هو كان سابق شويه حسين. انا شايف ماتش كان ريتمه حلو قوي، كابتن حسام عرف يطلع باللي هو عاوزه من اللقاء، عرف يوقف النادي الاهلي، ودي فرصه كبيره للزمالك. انت ما وقف الاهلي النهارده، لو كان الاهلي كسب فرق 7 بونت، النهارده فرق 4 بونت، فلسه في المتناول وعندهم ماتش مع بعض فرق 5 او 5 بونت، ولسه عندهم ماتش في يوم 21 ماتش في المتناول. انت لو الزمالك قدر يكسب هيرجع تاني للمباراه، ولكن برضو يا كابتن مدحت ارجع اقول الاهلي متذبذب المستوى. مفيش 3 4 ماتشات ورا بعض في البيك بتاعه والقوه الكبيره جدا جدا جدا، ودايما باستمرار عنده مشكله في التحولات الدفاعيه. مشكله كبيره. النهارده كابتن حسام لعب على الحته دي، لعب على اللي هو نزل تحت الكوره في اوقات عشان يعمل مرتدات ويفضي المساحات اللي موجوده ورا الباكين بتوع النادي الاهلي، والديفنس بتاع النادي الاهلي فيه شويه بطء، وعرف يستغل فرص. لو والنهارده طبعا تألق الشناوي النهارده في الفرصه اللي جت لجريندو، لو ما كانش طلع من جونه الكره دي كانت جون. طيب 100%. هل الدفع بمصطفى ميسي او مصطفى سعد ميسي فجاه امام امبي والمصري رغم استبعاده من بدايه الموسم قرار سليم من وجهه نظرك؟ اكيد. بص يا كابتن، هو الراجل اكيد شايف في التدريبات، شايف في شغل بيحصل، في استجابه لمصطفى سعد ميسي اللي هو يقدر يقول له حاجه في الماتشات، بيتعامل ازاي في التمرين. مفيش بس مع يعني انا مفيش وقت كان متكهرب اصله الاوراق المتاحه بره يا كابتن. يعني الاوراق المتاحه، هل كان في عناصر تانية يقدر يدفع بيها؟ اعتقد ما كانش في حلول تانية هجوميه غير مصطفى سعد ميسي. يعني دكه النادي الاهلي النهارده كان علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، شادي حسين، مصطفى، ميسي، محمد فخري، نبيل كوكا. الحلول الهجوميه عنده كانت عبد القادر وشادي حسين وميسي. فهو استعان كمان بحمدي فتحي. لكن النادي الاهلي لا، يعني النادي الاهلي النهارده شوط وشوط، النادي المصري الشوط الاول قدم شوط كبير جدا، شوط محترم فنيا وتكتيكيا وبدنيا على مستوى عالي جدا، كابتن حسام اداره بيعرف يتعامل مع مباراه النادي الاهلي، كان معاه دفعه كبيره جدا من جمهور بورسعيد. انا برضو عايز احيي الجماهيرين النهارده، كان
تواجد جماهيري كبير ومباراه يعني بصوت الجمهور النهارده حاجه تفرح باستثناء لحظات الصمت ما نعرفش حصل ايه في الملعب بس يعني انا بتكلم حاجه خارجه ان شاء الله باذن الله. لكن هي كان الشوط الاول النادي المصري اتعامل مع اللقاء بشكل كويس جدا، قدر يقفل على مساحات اللعب، قدر يقفل على علي معلول بشكل كبير جدا كمان، وبرونو سافيو كان قافل على علي معلول بشكل كبير، كابتن حسام حسن كان موقف الاسلام المزين بشكل كبير جدا دفاعيا، ما كان واقف هو ما كانش عارف يخش فيه جول، كان عايز يخطف كان عايز أي وقت من الأول. طب رايك في محمد شريف النهارده وشادي حسين؟ بص يا كابتن، عندي علامه استفهام كبيره جدا جدا مع كولر والتصريحات بتاعته. انت النهارده ما فيش واحد بيلعب ماتشين ورا بعض، انت النهارده هتروح تجيب مهاجم، هل انت ضامن المهاجم اللي هيجي ده مع اختيارك هيبقى بيديك 100%؟ ما هو قال لك المهاجمين اللي عندي ما بيدونيش. مفيش كده في الدنيا يا كابتن مدحت. النهارده تعالى احسب بقى حاجه، عشان المهاجمين اللي ما بيدكش دول بيجي لك كام فرصه في الماتش؟ النهارده هل انا النهارده المهاجم اخلق له فرصتين في الماتش ولا فرصه ومش 100% فرصه واجي اقول عليها فرصه؟ فرصه الفرصه دي زي بتاعت قفشه، دي فرصه، فرصه مليون في دي المية. دي فرصه يا مجد. ايه؟ دي فرصه. ماشي يا هاب، من كام فرصه؟ انا بتكلم في ايه؟ من كام فرصه؟ من كام فرصه النهارده شادي النهارده انا ده ابقى انا عندي قناعه بواحد واحد اوحش الوحشين، يعني احسن الوحشين، سوري احسن الوحشين، واحطه اسيبه ثلاث ماتشات ورا بعض واشوف هيديني ولا مش هيديني، لان اوريدي اللعيبه دي كويسه، واللعيبه دي يعني محمد شريف كان هداف ومشي كويس جدا جدا جدا، شادي انت جايبه من سيراميكا عشان هداف وهيعمل لك فرق كبير، فانت النهارده احسن واحد او شايفه ان هو احسن واحد بالنسبه لك حطه ولعبوا ثلاث اربع ماتشات ورا بعض وبعد كده حاسب هل ده موجود ولا مش موجود. لا. لانك النهارده ما جبتش مهاجم في النادي الاهلي، ما جبتش في السوق، ما لقيتش مهاجم. هتعمل ايه بالتصريحات اللي انت قلتها دي؟ بيدور بره، هو بيدور حاليا بره، ما جابش جاب، هتعتمد على الرجاله اللي عندك بعد التصريحات دي. انت شايف محمد شريف شايف عامل ايه النهارده؟ انا متفق مع مجدي ان لازم ياخد المهاجم يا كابتن عشان يبدا يقول ويبدا ياخد طلع حاجة. لازم ماتش واثنين وثلاثه كابتن، انت كنت راس حربه، فانا ما يجيش العب 10 دقائق في ربع ساعه وشوط راح يطلع وشوط تصريحين ثلاثه كمان للراجل ما فيش ثقه فيا ومش واثق في امكانياتي، طب ما انا هادي ازاي؟ طيب غزل المحله يعود مره ثانيه الانتصارات، ما شاء الله غزل المحله دلوقتي بقى في المركز الخامس. اتمنى الاستمراريه، اتمنى الابتعاد عن اجواء المشاكل. طبعا خلاص بابا فاسيليو رحل عن غزل المحله وكابتن عبد الباقي جمال يقال انه مرشح للبنك الاهلي، بس لسه خلينا برضو نتكلم على كابتن عبد الباقي جمال من المدربين المحترمين، مدربين الشباب شاطر. اشتغل في دجله بشكل شاطر. كويس شاطر. المدرب شاطر فعلا زي ما مجدي بيتكلم وبيطور من نفسه وبيأدي اداء كويس جدا وعنده خبرات كبيره مع وادي دجله، واشتغل مع الراجل كذا مره سواء مع تكيس او مع بابا فاسيليو، فعنده خبرات كبيره في الناحيه دي، فاعتقد غريب على فريق غزل المحله وكان ماسك مع الراجل فادى اداء محترم جدا. نتيجه زي ما حضرتك قلت حاجه تحسب لمجلس اداره غزل المحله وفريق غزل المحله باللعيبه دي والامكانيات دي مع كامل الاحترام ليهم طبعا اللي هو يكون متواجد ولا حاجه. ما انا بتكلم بالنسبه تقارب. بص حضرتك يمكن فرص يعني فرصه غريبه جدا، لكن انا عندي برده كلامي لان انا من الموسم اللي فات متابع غزل المحله بشكل جيد. غزل المحله كابتن محتاج لراس حربه قوي، محتاج لمهاجم صريح، لان غزل المحله عنده يحيى بس مش فيرود اصلا، هو اوريدي مش فيرود، لكن وعنده اجويرو بس، وعنده اجويرو يا كابتن، مش هو ده الفرقه اللي انت عايز فيها؟ مش فيرود بس ده اجويرو، لا يا كابتن مش فيرود بس لا انا اقصد انا لازم خلي بالك عشان توصل لمركز كويس على الاقل تلات اربع لعيبه كمان كويسين عشان يبقى عندك سكواد بره الدكه. انا بتكلم ان لو حد السنه اللي فاتت تهديفيا او هجوميا عندهم مشاكل كبيره جدا. لا هم متطورين دلوقتي، لكن انا بتكلم فيها انت عشان تنافس الحته زي دي لو جالك تلات اربع اصابات محتاج يبقى عندك دكه بدلاء قويه كده. وفي نفس الوقت لازم مجلس اداره حته الفلوس دي، لان انت النهارده وقعتك حوالي 3 4 ماتشات اما الراجل مشي وقال لك ما فيش فلوس ما بياخدوش، لازم توفر اللعيبه عشان تعرف تحاسبهم. طيب سريعا كده، طبعا سموحه وطلائع الجيش مباراه كانت فاصله بالنسبه لكابتن طارق العشري طبعا وربنا وفقه وكسب. شايف سموحه ازاي خصوصا ان فتره طويله لا يحقق انتصارات، يعني عدل الانتصارات اخيرا يعني امام طلائع الجيش؟ والله هو مش جو كوره اصلا، يعني هو مش جو كوره، اللي انت النهارده رئيس النادي عاوز يمشيك والاداره او الناس في مجلس الاداره عاوزين يقعدوك، طب انت قدام لعيبتك هتبقى عامل ازاي؟ اللعيبه هتتعامل معاك ازاي؟ هتحترم ازاي الوضع اللي انت فيه؟ هتتكلم معاهم هيسمعوا منك ولا هيسمعوا من رئيس النادي ولا هيسمعوا من بصراحه هو وضع صعب جدا جدا جدا. عندي تحفظات طبعا على اداء كابتن طارق العشري، كابتن طارق العشري بيعرف يتعامل كويس قوي 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 في الماتشات الكبيره، اللي هو بينزل تحت الكوره ويدافع ويقفل ومع المرتدات ما يخش في الجون، في الماتشات العاديه المتوسطه اللي النهارده نفس مدرسته مشكلة عندها مشكله كبيره، عشان كده ما بتكسبش وعلى طول دايما يا بتتعادل يا بتخسر. فانت النهارده لازم كابتن طارق يطور
من النوعيه الهجوميه بتاعته، من طريقه اللعب الهجوميه بتاعته، مش بس هيشتغل تحت الكوره بس وما يخش فيها جون، عمل الكلام ده ونجح معاه مع طريق الجيش. كان يدافع كويس قوي يخش فيه الجون ويجيب لك كوره ثابته، مركز رابع في الدوري. بس مش كل سنه تمشي الدنيا. طريق الجيش كان الدنيا متوفره له كل حاجه، وفي سبورت منه الاداره الكلام ده كله، لكن انا شايف ان هو اصلا جو اوريدي مش جو كوره. وطبعا رجوع حسام حسن هيبقى قوه كبيره جدا جدا جدا. وعندي برضه تحفظ على التصريح اللي قاله على الولد اللي هو اللي راح زياد طارق من النادي الاهلي. انت لعيب صغير في السن موجود معاك تحت امره او تحت سطره النادي دلوقتي، طبعا لازم اديله بوش او اديله دفعه قويه جدا، لازم يحتويه اكتر من كده. يعني الولد نفسه لعيب كبير، لعيب كويس، لعيب مختلف، لازم اديله دفعه. اللي انت معايا هو قبل ما يجي قال انا مش محتاجه، ان عندي كلاعيبه كتيره في مركزه. جالك؟ لا جالك وقعدت معاه، لازم تحتضنه. هو لعيب كويس، لعيب كويس قوي قوي، وانا مش عارف النادي الاهلي ازاي ماشي، وشماله جميله ومش موجود في سموحه. اقول مش موجود في النادي الاهلي. لعيب يعني اللعيب ده مش موجود في النادي الاهلي. انا فوجئت، سمات دي مش موجوده في النادي الاهلي. انا فوجئت انه مش لعيب من اللعيبه الجميله. اتمنى الدنيا تهدى، اتمنى الدنيا تهدى في سموحه شويه. عنده كاس مصر يوم الثلاث مع الاهلي. مع الاهلي انت خلي بالك، انت خلي بالك يا كابتن مدحت، كل ماتش هيبقى كده في الضغط ده. الله يكون في عونه. الضغط ده انا لو منه في الوضع ده استقيل. لا الراجل بقى عمل فرقه وعايز يشتغل. ولو يعني يا كابتن مدحت ما اقدرش، في ناس صعبه فيا وفي مجلس اداره بيدعمني مثلا. صعبه اهاب، انا عارف الاجواء صعبه يعني، وفيديوهات وكلام وبتاع ما ينفعش. الله ربنا يكون في عونه بصراحه. ربنا يعني نهدى شويه ان شاء الله. الان موعدنا بقى مع المعلومات العظيمه، فيض من المعلومات لا ينضب على الاطلاق مع الكباتن الكبار، ولكن بعد الفاصل. عارفين هم قواعد اللعبه، جاهزين يا كباتن؟ يلا السؤال الاول اتفضل. هتيجي النهارده؟ جاي بابتسامه. يس، برافو عليك. فض على مهلك على الباص لحسن يبوس. محمد الموج. من مين هم يعني مثلا نجاح الموجي؟ برافو عليك. مبروك يا ابو كمال. برافو عليك. طيب طبعا ممنوع النظر في الموبايلات المحظورات. ايوه يعني خليها على جنب كده خالص. انت لعبت كام ماتش قبل كده؟ مش هقول كم. لا دي حسد والله يا كابتن مدحت، حسدني في حاجه مش عايز اقول. انت قلت المفروض انا حسدتك. لعبت سبعه. كسبت خمسه وخسرت اثنين. وخسرت اثنين ساعه لما انت قلت لي خسرت، فقلت لي انت انا حسدتك. وانت ابو كباتن؟ لا ما اعرفش، بس انا كسبان اخر ثلاث مرات. اخر ثلاث مرات وخسرت كم مره؟ لا خسرت قبل كده كتير. طيب جاهزين؟ جاهزين يا جماعه، عارفين القواعد انتوا خلاص. طبعا فريق البرازيل، السؤال في اي عام فازت البرازيل بكاس العالم لاول مره؟ على مهلك على مهلك على مهلك. انا عمال ابص على انت داخل سخن قوي. اتفضل. 58 يا جدع. 58 58. برافو عليك. فاكر كان امام مين؟ السويد. كان امام السويد، وكان اول ظهور لبلي كان 17 سنه، وزجالو وفافا وجارينشا، شله الجباره دي كلها. الحمد لله. جميل. اذا واحد لا شيء. اللي بعده ايه اللي يعني مطولينها قوي ليه كده؟ طيب كريستيانو رونالدو مرادف للرقم 7، ولكن ما هو الرقم الذي كان يرتديه في ريال مدريد؟ يا سلام. 9. 9. برافو عليك. لا لا ده النهارده الماتش شكله جامد. صح جدا. صح. بس حلو حبه المجانس دول. ها؟ حبه المجانس. لا وشكل جديد وفريق حديث. لا بتاعت المجانس دي اللي جامده. ما هو ما شاء الله. وحش. ما شاء الله. وحش. تفتكر هينجح في النصر؟ طبعا. هينجح أكيد. طبعا. لعيب كبير. هو بيخلق نفسه. السن وما السن. هو بيخلق نفسه دلوقتي في الجديد. عاوز يشتغل وعاوز يجتهد، وواضح حتى بينزلوا فيديوهات التدريبات ودخل في الجو بسرعه. مش هيبقى رايح يخلص يعني يخلص الدنيا. لا لا. يعني هيتألق. الحالات دي مش 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 موجوده هناك عندهم. طيب تمام. بقينا 1-1. اللي بعد. السؤال ما هي العملة المستخدمة في الأرجنتين؟ أدي اختيارات. طبعا ماشي.
ادي اختيارات بص حاطط ايده ازاي خلي بالك ماشي هتسيبك من القلم ده مش هينفع اهو اوكي هل هي البيزو الليزو النيزو اتفضل البيزو البيزو برافو عليك انا الحقيقه بس هي البيزو هي البيزو هي البيزو البيزو العمله المستخدمه في الارجنتين 2-1 دلوقتي اثناء عرض شيكابيكا امريكا دي كان الكابتن احمد مجدي بيسال بيقول لو انا اثناء السؤال ممكن يحجز لا لكن ممكن وانا بقول الاختيارات يعني لو قلت اول اختيار وانت شايف ان هو ده مظبوط احجز ماشي او تاني بس هكمل الاختيارات هكمل الاختيارات طبعا ده طبيعي جدا ماشي. اوكي اوكي طيب من هو الرئيس الامريكي الذي ضرب اليابان بالقنبله الذريه طبعا ده كان سنه 45 وطبعا كانت مأساة من المآسي الفظيعة جدا يعني اوكي وكان القنبلة وزنها تخيلوا يا جماعة 4000 كيلو جرام 7 و9 اغسطس 75 انا اسف 75 من قاذفة قنابل كان اسمها B-29 انولا 45 لا انا بتكلم على هيروشيما اليابان 45 زي ما انا قلت 45 اوكي مين بقى الرئيس الامريكي الذي ضرب اليابان بالقنبله الذريه اختيارات اوكي هل هو نيكسون كمل بقى حاضر ترومان كارتر اتفضل نيكسون ترومان كارتر نيكسون نيكسون انت بتجاوب دلوقتي وتفضل قول نيكسون نيكسون ده مش مظبوط يتبقى ترومان وكارتر جاوبت صح هتبقى 2 جاوبت غلط هتبقى بدون نقاط فاضل لك ترومان وكارتر اتفضل كارتر كارتر ده مش مظبوط ترومان كارتر ده متقدم ده قدام كارتر ترومان ترومان يبقى احنا كده ما زلنا 2-1 لا شال صفر لا شيء بلاش الصفر دي تقيله ماشي لا شيء خلينا لا شيء 2 لا شيء اللي بعد الصوتية في جسم الإنسان ندي اختيارات إذا جاهزة الآلة ده مش هينفع أنا قلت لك مجدي هيكسب يا كابتن 4-6-8 اتفضل 4 دايما بتحجز هو بيحجز على طول وبعدين بتسكت 4 إن شاء الله 4 أحبال صوتية في جسم الإنسان إن شاء الله برافو عليك خلصت كده خلاص حبلين بينتجوا الصوت وحبلين صامتين سألت السؤال ده قبل كده طبعا انا بكرر الاسئله كلها لعل وعسى الناس تحفظ اي حاجه انا كنت جاوبته كان شكلي وحش قوي الصراحه لا تمام برافو خلي بالك هو عنده دلوقتي التكتيك في لعبه هو بيحجز مع اول اختيار ممكن انت تمشي في التكتيك ده هنشوف هي نفع يا ما ينفعش هي خلصت بس لو انا لا لا لسه بدري ماشي لسه بدري ماشي 3 لا شيء لا شيء اللي بعد كلمه ونص وهكسب ايه 170 170 حلال عليك يا بنون يلا يلا زيرو ده بتاع السمك ده شادر السمك شادر السمك كان حلو قوي شادر السمك قوي كان طالع احمد زكي مش كده احمد زكي احمد زكي الله في اباطره كده في برضو عادل ادهم طبعا كمان كان من الناس الجامده قوي مش كده برضه فيلم كان فيه فيلم الفرن اعتقد ايوه اه لما قالت له كابتن معالي مش فاكر كان معالي زايد معالي زايد معالي زايد, زايد وين الشلبي اعتقد ولا نبيل عبيد معالي زايد لا واحده قالت له ده الدنيا برد قوي قال لها برد ده احنا في الفرن طيب احنا شفنا السمك دلوقتي ماذا يطلق على صوت السمكه يعني قلنا قبل كده الاسد زئير القطه والكلب نباح السمكة أنا قلت السؤال ده قبل كده 3-4 مرات عشان الناس تحفظ طيب هل صوت السمكة لا لسه ما قلت لا قول قلت يا كابتن فين قلت قول بقى اختيارات صوت السمكة إيه؟ اطفي لسه اطفي أنت ممكن تحجز لو عايز هل هو زقططة؟ هو كده صح ماشي ماشي يا كابتن زقططة طقطقة بكبكة تاني زقططة زقططة طقطقة بكبكه طقطقه ان شاء الله اتفضل طقطقه ان شاء الله طقطقه ان شاء الله برافو عليك ده خلاص انا ده انا طب ما تغير التكنيك بتاعك ما هي خلاص خلصت يا كابتن لا ما انت راجل لعيب كوره ما فيش مشكله بس هو خلاص ريمونتادا ان شاء الله خير تستطيع في الريمونتادا هقتله
بقينا 4-0 يعني حتى حرك لا شيء مش مشكله غير بقى الصفر غلط خليها صفر بقى يا كابتن مدحت عشان يمكن غير يعني اتنحرف شويه طيب بقينا 4-0 اللي بعد ده طبعا متحف مدام تسو اين يقع متحف مدام تسو اتفضل لا اختيارات بقى اختيارات صح لا انا حجزت لسه معايا المره اللي فاتت كده هو كان المفروض ان اما يقول اختيارات في اول واحده ماشي طيب في هنا عشان نمشي القواعد اول منطق دوس ماشي لندن حدث اهو برافو عليك باريس برشلونه لندن باريس برشلونه متحف مدام تسو اللي حطوا فيه تمثال شمع لمحمد صلاح اكتر من كده يعني لندن يا راجل برافو عليك ده كابتن بيضا عايز يقول شفته اهو يلا عشان نرجع اي حاجه لما يبقى المراقب متحيز شويه لا وتقول له وايام امتحانات بقى وايام امتحانات هتقول في برشلونه 4-1 بس في رومونتادا جايه يا كابتن هتكسر بس انا سبت له ماشي هركز بقى خلاص كده خلاص كده انا 4 قطه كم عدد اسنان القطه؟ اتفضل لا احنا عايزين اختيارات إيه انت وانت كل لعبة كده لا يبقى جاوب يا كابتن بقى انت كده دي تاني مره انا عايز اختيارات جاوب انا عايز اختيارات انا عايز جاوب مش تاني مره يعني الحقيقه ما دام انت دست قبل ما هو انا معلش خلاص لازم هو يوافق لازم يوافق اذا وافقت على انه يبقى انا اللي اجاوب الاول ها ماشي يجاوب الاول حقك ماشي يجاوب الاول هذا هو الشرط ماشي يجاوب الاول اللي هيدوس الاول هو اللي هيجاوب عشان كده خلاص انت مش هتسال السؤال انا هحاسبها له اللي هيدوس الاول هو اللي هيجاوب برضه السؤال كم عدد اسنان القط؟ 6 8 10 جاوب يا عم ايهاب اتفضل 6 8 10 اتفضل انت بتفكر في 8 عدهم ها اتفضل 8 8 برافو عليك انا اكتر من كده هيعمل رومونتاد هسيب اكتر من كده هيعمل رومونتاد لا بس انت متحيز لا انا ما قلتش حاجه انت المفروض يجاوب الثانيه جاوبها على طول ما انت وافقت لا ما وافقتش انت جاوب الاول وسبتها له انت سبتها له لا والله انت ولا قلت لك انت قلت هتجاوب ايوه مزاجك مش انا يعني لا بس يبقى في ظلم بعد كده مش مني انت ظلمت 4-2 بقينا 4-2 عندك فرصه ريمونتادا عندك فرصه حسم المباراه هو هيقتلني دلوقتي اللي جاي أغنية نوقف عليها كلمة؟ هنوقف كلمة هنسكت كلمة اللي يعرف أثناء الغنى يحجز ماشي انتوا عارفين ماشي يلا يا أحمد نكمل فرحتها انت دوست فرحتها؟ فرحتها ده مش مظبوط اختيارات هنا لا مش اختيارات أيوه طبعا ماشي ما أنا هقول أهو أديك 3 اختيارات ولا أديك اختيارين ثانية واحدة لو اديتك 3 خلاص مش هخصم منك اديني 3 لو ثانيه واحده لو اديتك اختيارين هتبقى فرصتك اكبر واخد بالك حذفت لك واحده لا يعني. تلاتة بس لو غلطت هشيل من عندك درجه تاخد 3 ولا 2 2 يا كابتن 2 يا كابتن اوكي احنا قلنا ايه الدنيا حلوه الدنيا غنوه نغمتها حلوه احنا اللي نطير ونغنيها والدنيا دي كلمه والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمة احنا اللي نكمل اساميها معانيها انت عايز 3 ولا 2 2 اساميها اساميها معانيها واحنا اللي نكمل اساميها واحنا اللي نكمل معانيها اتفضل دوس اتفضل سلام على نظرة الفيلسوف بص نظرته اساميها لك انت لك اساميها اتفضل اسميها يا كابتن اسميها يا كابتن ودي غلط يا كابتن ده مش مظبوط معانيها ربك كبير يمهل ولا يهمل بنسمع تغريد ليلى مراد تغريد بس خلي بالك حاجه برضو انا كنت هقول فرحتنا في الاول مش عارف فرحتها ليه مش عارف جت معايا انا برضو نفس الكلام مش عارف ليه انت لو اخدت المعنى احنا اللي نكمل معانيها لان هي بتقول ايه بتقول والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمه احنا اللي نكمل على الكلمه معانيها لو يعني مبروك طيب تمام مبروك بقينا 4-1 اللي جاي في قوه الملاحظه هتشوفوا لقطه من ماتش كوره بين الاهلي وبيراميدز الاخيره وعليها سؤال يلا هناك خالص علي معلول بيفتح ايده في الشمال هو برونو سافيو علي معلول علي معلول علي معلول ارضيه السليه السليه وهوب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب من الوضع واقفا ايه يا ابني الجمال والحلاوه دي من الوضع واقفا حط وش رجله وقال لها روحي راحت هابي نيو يير هابي نيو يير
هابي نيو يير يا سليا. حلوة حلوة حلوة. عام سعيد يا حبيب، عام سعيد يا حبيب. وش رجله روعة روعة روعة. الشنكرة اللي في ايده راسم عليه ما شفناش. خلي بالك هو واقف، بص هو واقف، هو واقف وش رجله. يا نهار ابيض يا نهار، ده رايحة في حتة ايه؟ ده هتاكل ايه؟ ده هتاكل الشبكة وتعدي الناحية التانية. حلوة حلوة حلوة. ملحقش يظبط وضعه أحمد الشناوي لقوة التسديدة. طيب ده اللقطة اللي جابها لنا محمد القاضي النهاردة. تمام. السؤال السلية اللي جاب الجون مين اللي اداها له؟ اتفضل. علي معلول. علي معلول، برافو عليك. معلش يرجع برضه كسبت. حسنت النتيجة. بس يعني بقت أربعة اتنين. وحسمت المباراة مشكلة لصالح أحمد مجدي. بس أنت حسنت النتيجة. مش هفهم في نفسي فين. وز... أنا كنت فين وبقيت فين يا كابتن؟ فاز كابتن أحمد مجدي على كابتن إيهاب المصري 4-2. الماتش الجاي يا كابتن أحمد شلبي. تاريخ الحلقة كام يا جماعة؟ النهارده 12 1 20 2 23 بقى خلاص ميلادية. مبروك يا ابو كبات. حبيبي ابو كبات. مبروك اميجو. مبروك اميجو. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. كابتن ايهاب شرفته نورت. حبيبي يا كابتن متحد. انا كنت سعيد جدا والشرف ليا بكون متواجد معاك. وبكون سعيد جدا طبعا. انا اسعد والله يا كابتن مجدي. شرفت حبيبي يا كابتن متحد. كان شرف ليا وحلقه حلوه جدا مع حضرتك مع ايهاب. اه طبعا عشان انت كسبت. اه طبعا. تكسب تبقى مبسوط، الدنيا تبقى حلوه. طبعا. شوف حضراتكم الثلاثاء القادم بمشيئه الرحمن. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.